متابعينا في السعودية، سعد الله صباحكم بكل خير. نهار اليوم تسود أجواء مستقرة، درجة الحرارة تستمر أعلى من المعدلات لمثل هذا الوقت من العام، طقس دافئ في عموم المناطق. توقعات الجوية للعاصمة الرياض نهار اليوم تشير إلى أن الأجواء ستكون مستقرة، تتفرق بعض الغيوم، 28 درجة مئوية حرارة عظمى، الملموسة 27، رطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية خفيفة السرعة. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ المنطقة الشمالية، طقس مستقر دافئ إلى حار نسبيا، سكاكا 29-12، عرعر 26-10، وتبوك 25-12 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 32-18، جدة 30-23، مكة المكرمة 33-22، والطائف 25-14 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 20-14، أبها 22-12، وجازان 29-26 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 30-14، حفر الباطن 31-18، والإحساء 30-14 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 28-16، بريدة 28-15، وحائل 28-12 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.